أين الخلل في لوحتي؟ السلام عليكم، معكم شروق العبكي من منصة دوت. رح نحكي اليوم في موضوع اللوحات الفنية وبعض الخلل اللي بنلاحظه بعالم الفن. كتير منا بيشوف لوحات وبقول أو برسم لوحات وبيحكي لوحتي بشعة، لوحتي فيها ضعف، لوحتي فيها خلل، ومش قادر يحدد بالضبط وين الخلل أو مصدر الخلل. اليوم رح نركز على أحد أنواع الخلل ممكن نكتشفها في اللوحات، وهو سببها المنظور أو زاوية الرؤية أو عين المتلقي بنقدر نسميها. فأحياناً بنشعر إن اللوحة الضعف اللي فيها بسبب عدم قدرة الفنان على إظهار المنظور بالطريقة الصحيحة، وهذا راجع لعدة أسباب، إنه مش كتير دخل أو تعمق في موضوع زاوية النظر. بدنا نفهم إحنا في عالم الهندسة ليش الفنان والمهندس مرتبطين في بعض، لأنه إلهم نفس الرؤية الجمالية ونفس الرؤية المنطقية. بالعادة المهندس لما يجي يرسم، وهذه الرؤية لازم تكون نفسها عند الفنان، بينظر على الشكل من عدة ارتفاعات مختلفة. فإذا كان بينظر للشكل من ارتفاع عالي، أو أنا بنظر كأني طائر في السماء وعم بتفرج على الشكل من الأعلى، بنسمي هاي زاوية النظر عين الطائر. إذا كنت عم بنظر على شكل بطريقة مباشرة من ارتفاع عين الإنسان، فبسميها عين الإنسان. لكن إذا كنت بنظر عليه وكأني نقطة على الأرض أو نملة، بسمي زاوية النظر عين النملة. وآخر زاوية نظر مهمة يعرفها الفنان أو المهندس، اللي هي إذا أنا كنت بنظر على الجسم أو على المكونات من تحت الأرض أو من تحت الماء، فبالتالي بنسميها عين السمكة. بالتأكيد رح يختلف شكل الرسم اتباعاً أو اعتماداً على زاوية النظر أو زاوية يعني زاوية المتلقي للناظر. رح نشوف وين بكون الخلل في اللوحات، ورح أعطي أمثلة على لوحات جيدة وعلى لوحات ضعيفة، ورح أطبق معكم كيف أنا أقدر أرسم بطريقة صحيحة اعتماداً على زاوية النظر اللي عم برسم منها الفنان، واللي بده المتلقي يفهمها وتكون صحيحة. طبعاً الفنان هون وظيفته صار إنه يفهم طريقة أو يفهم مبادئ بالهندسة، يعني في مبادئ مشتركة بين علم الهندسة والرسم. الزاوية الأولى اللي نحكي فيها اللي هي عين الطائر، طبعاً رح أرسم باستخدام نقاط التلاشي. في مفهوم الرسم الجسم كل ما كان قريب بكون أكبر، وكل ما بعد عنا بصير أصغر، بضل يبعد كل ما بعد يصغر 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 لحد ما يتلاشى ويصير نقطة. هاي النقطة بنسميها بعالم الرسم نقطة التلاشي، وهي نفس الشيء بعالم الهندسة. فهذا الموضوع مشترك بالفنان وبالمهندس، الاثنين لازم يتقنوا هاي النقطة ويتقنوا هذا المنظور من الرسم. طبعا نقدر احنا نرسم باستخدام نقاط التلاشي اللي هي بتخلي الرسم دقيق وصحيح. اما نرسم باستخدام نقطة تلاشي واحدة، او نرسم باستخدام نقطتين تلاشي، او ثلاث نقاط تلاشي. الفنان طبعا حر انه يحدد وين بده ارتفاع نقطة التلاشي او من اي عين بده يرسم. خلينا نشوف سكتش صغير رح نعمله مع سوا. اذا انا بدي ارسم كمهندس أو إذا أنا بدي أرسم كفنان، الحالتين زي ما قلنا المهندس والفنان مكملين لبعض، والفنان لازم يفهم قواعد وقوانين علم الهندسة عشان يقدر يكتشف وين الخلل في لوحاته. حرسم معاكم أنا، نفرض مباني، وبعدين رح أثبت ليش الفنان بحاجة يفهم القواعد الهندسية، ورح أطبق عملياً قدامكم ليش كل فنان ضروري يفهم هاي القواعد الهندسية، وإلا ممكن يكون في ضعف بلوحته وهو مش ملاحظ. بداية أنا بدي أرسم مباني باستخدام نقطتين تلاشي، بعدين رح أعمل لوحة ثانية باستخدام نقطة تلاشي. هذا اللي رح أركز عليه، الدور والباقي عليكم أنتوا تشوفوا وتبحثوا بالإنترنت إذا أنا بدي أرسم باستخدام ثلاث نقاط تلاشي كيف بكون الوضع. بس أنا مهمتي اليوم أني أمسككم طرف الخيط للبحث والاستطلاع والتعمق في هذا الموضوع. حنبلش. نفرض أنا بدي أفرض أنه عندي نقطة تلاشي هون ونقطة تلاشي على الشمال، وبدي أرسم مباني باستخدام نقاط التلاشي والمبادئ الهندسية. رح أقرر أنا أول شيء ارتفاع العمارة اللي أنا بدي إياه. نقول هذا قد بدي ارتفاع عمارتي. أول نقطة بعملها إشي طبيعي، العمارة بدي يكون إلها سطح ظاهر من الوجه اليمين وسطح ظاهر من الوجه الشمال. لاحظوا إني أنا استخدمت هلأ، إذا افترضنا هذا سطح الأرض، أنا استخدمت ارتفاع مقارب تقريباً لعين الإنسان. يعني لو افترضنا هون في إنسان، فأنا عم بنظر على المباني
من عين الإنسان، ما عم بنظر من فوق من عين الطائر، ولا عم بنظر من تحت على المبنى من عين السمكة، ولا عم بنظر من عين النملة، أنا عم بنظر من عين الإنسان. فبالتالي حطيت ارتفاع نقطة التلاشي بعين الإنسان. طبعاً المبادئ والطريقة اللي حارسهم فيها بتنطبق على أي ارتفاع أنا بدي إياه، إن كان طائر، نملة، إنسان أو سمكة. هلأ بما أني حددت أنا فرضاً ارتفاع أول عمارة بدي أشتغلها، ارتفاع العمارة وقاع العمارة رح أوصلهم مع نقطة التلاشي الأولى. خليني أمسح النملة والطائر علشان يكون واضح لكم أني أنا برسم فقط حالياً تقريباً بارتفاع الإنسان اللي هي تقدرت بعلم الهندسة 1.80 متر عن سطح الأرض. فبالتالي رح أوصل النقطة اللي تحت بخط خفيف مع نقطة التلاشي اللي هون، والنقطة اللي فوق كمان مع نقطة التلاشي اللي هون. بالنسبة لليمين أنا عم برسم قلنا بنقطتين تلاشي، فبالتالي السطح اليمين بيختفي باتجاه اليمين وسطح الشمال بيختفي باتجاه النقطة الشمال. رح أوصلها كمان مع نقطة التلاشي، وبرضه من القاع رح أوصلها بنقطة التلاشي. هلأ هذا شو يعني؟ هذا يعني إن العمارة إذا امتدت 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 لحد ما تصير نقطة رح تمتد ضمن هدول الخطين، ما رح تتعداهم. هلأ حقرر أنا يمين وشمال قديش بدي عمق أو عرض عمارتي، فلنفترض أني أنا بدي إياها هالقد من هون، بدي إياها هالقد من هون. بالتالي لما أغمق الخطوط هاي أنا أظهرت هاي العمارة الأولى. سوري إيدي طلعت عن الخط. هلأ بدي أرسم كمان عمارة على اليمين وكمان عمارة على الشمال. بإمكاني أبعد العمارة في البداية عن العمارة الأولى، أترك مسافة بينهم. ارتفاع العمارة برضو أنا حرة بتقديري إله، كل فنان كل مهندس هو بتصميمه حر فيه، بإمكانه يختار الارتفاعات اللي بدي إياها. أنا نفترض بدي أعملها عمارة أعلى شوي من العمارة الأولى، فبالتالي أنا رح أستخدم نفس الخط اللي هو خط الأرض، رح أرتفع فرضاً أكثر شوي. طبعاً هذا الخط لازم يكون عمودي، أنا بقدر أقرر إنه عمودي، بإمكاني أوازي المسطرة مع حفة الدفتر، أو طبعاً كمهندسين بيستخدموا التي، مسطرة التي بتكون أدق لهم. فلو افترضنا إنه أنا هذا ارتفاع العمارة الثانية، رح أستخدم نفس المبدأ، رح أوصل قاع العمارة ورأس العمارة بنقطة التلاشي، ودائماً برسم اللوحة الواحدة باستخدام نفس نقطة التلاشي. وهذا أحد أنواع الخلل اللي بتصير في اللوحات، إنه أحياناً الفنان بيرسم بغير نقطة التلاشي وارتفاع نقطة التلاشي بين مكون ومكون آخر. يعني فرضاً في عنده مبنى وفي عنده سيارة، رسم المبنى باستخدام نقطة التلاشي بعين الإنسان، رسم السيارة باستخدام نقطة التلاشي بعين النملة، فهيك صار في خلل، صار في عدم توازن. أنا لما أنظر على المكونات بنظر على المكونات بنفس الارتفاع، بما أني أنا المتلقي أنا الرائي، كل مكونات اللوحة بتتجه لنفس نقطة التلاشي أو نقطتين أو ثلاث نقاط التلاشي، ولكن نفسهم ما بصير أنا أغيرهم. وهذا اللي أنا بلاقيه أحيانا لما أتفرج على اللوحات، بقول هاي اللوحة الباب فيها مش مزبوط، مش متناسق مع الشباك، أو مش متناسق مع السيارة، أو الشارع مش يعني مش طبيعي، يعني في خلل، لأنه ضاع نقطة التلاشي تبعته، ضاعت ما حافظ عليها لجميع المكونات. فأنا هون حافظت على نفس نقطة التلاشي للعمارة الأولى، ورح أوصل رأس العمارة بنقطة التلاشي اللي على الشمال عشان أطلع السطح للشمال. طبعاً أنا بإمكاني أكمله للنقطة، بس أنا مش بحاجة إني أكمل للنقطة، أنا فقط رح يتوقف عمارتي عند بداية العمارة الأولى لأنا أخفتها. من الأسفل برضو رح أوصلها مع هاي النقطة، وبالتالي أنا هيك قدرت أحدد السطح اليمين كيف بتلاشى. فهو لو ضل يتلاشى بده يضل ضمن هدول الخطين اللي أنا رسمتهم. طبعاً أنا بدي أوصل للخط الأسفل، لكن هو أنا أصلاً واصلته من المبنى الأول، فمش بحاجة أرد أعيده كمان مرة. رح أقرر العرض تبع العمارة تبعتي علشان أنا أقدر أبين لكم العمارة وأغمق على الخطوط اللي اخترتها. لاحظوا نقطة، إنه هاي العمارة لأنها أقرب على نقطة التلاشي، فالميلان تبعها كان حاد أكثر، طلعوا الزاوية هون حادة أكثر من الزاوية هون، هذا راجع لأنها هاي العمارة اقتربت من نقطة التلاشي أكثر. فبالتالي لما أعمل عمارة هون رح تكون الزاوية تبعت السطح تبعها حادة أكثر وأكثر وأكثر، لأنها رح تضلها تتلاشى لتقترب من الصفر كل ما أنا قربت من نقطة التلاشي. رح أفرجيكم، رح أعمل كمان عمارة صغيرة هون
هعملها بنفس ارتفاع الموجود علشان أوفر وقت، لكن زي ما قلت بإمكانكم تطلعوا أو تنزلوا بالارتفاع زي ما بدكم. فبالتالي هدول السطحين أصلاً موصولات مع نقطة التلاشي اليمين، رح أوصل التانيين مع نقطة التلاشي الشمال، ورح أوقف عند بداية العمارة الأولى، ومن تحت نفس الإشي رح أقرر عرضها، وهيك أنا أغمقها شوي عشان تبين أكتر، أخفف. لاحظوا إنه الزاوية كل مالها بتصير حادة أكثر كل ما اقتربت من نقطة التلاشي. هلأ إذا بدي أعمل نفس الشيء على الجزء الثاني، هلأ هيك إذا أنا أخذت هذا الجزء من اللوحة فقط، فأنا باعتبار قاعدة برسم مكوناتي باستخدام نقطة تلاشي واحدة. إذا أنا بدي الناظر يشوف بس هذا الجزء، يعني هذا الجزء مش موجود عندي في اللوحة، فأنا هذا الحكي هيك أنا قاعدة برسم باستخدام نقطة تلاشي واحدة. إذا أنا لأ، لوحتي فيها يمين وشمال ومكونات أكثر، وبالتالي بدي أنا أتفرج عليها مباشرة، فأنا بحتاج نقطتين تلاشي. علشان هيك أنا طبقت الرسم باستخدام نقطتين، لكن كفنان بإمكانك تستخدم نقطة واحدة. نجرب نعمل عمارة تانية هون، وأخلي ارتفاعها أكبر برضو شوي، أكبر بكتير، بديش أعمله بشوي، خلينا نكون في حيوية واختلاف أكتر. طبعاً زي ما قلنا بوصل الخط ارتفاع العمارة مع نقطتين التلاشي على اليمين وعلى الشمال. من الشمال هيني رسمتهم، وحتلاحظوا انتوا قديش انها الزاوية بتصير حادة اكثر. طبعا هو على الارض موصول اصلا من البداية، خليني اقرر فقط هلا قديش بدي عرض العمارة بخط عمودي. رح يكون طبعا في نقطة حلوة انه انا اذا عم برسم باستخدام ثلاث نقاط تلاشي، بدها تكون نقطة التلاشي برا او هون، فبالتالي خطوطي العمودية رح تبطل العمودية، رح بتصير زي مثلث عم تعمل باتجاه نقاط التلاشي. هذا إذا بدي أرسم باستخدام ثلاث نقاط تلاشي، لكن أنا حالياً بهمني نفهم مبدأ النقطتين، لأنه إذا فهمنا مبدأ النقطتين رح يصير مبدأ النقطة سهل، ومبدأ ثلاث نقاط سهل، وحتى مبدأ الأربع نقاط سهل. فخلينا على مبدأ النقطتين. فهلأ أنا رح أغمق عمارتي الجديدة، ونقول انها طبعا هون رح تكمل لنهاية او بداية العمارة اللي قدامها، وهي خليها عريضة كتير انها بتكمل للنهاية. هلأ عشان افرجيكم كيف صار الرسم، خليني اضلل شوية تضليلات خفيفة. طبعا بالنسبة للظل بدنا نفهم انه مكان، اول اشي لما احدد زاوية النور الاضاءة بدي اعرف انه جميع المكونات اللي في اللوحة رح يتكون لها ظل معاكس لمكان النور. يعني هذا من الخلل الثاني اللي بنشوفه باللوحات احيانا، ركزوا على هاي الموضوع، في خلل في لوحتي. الخلل الاول حكينا احتمال يكون بالمنظور، الخلل الثاني احتمال يكون بالنور الضوء. اسقاط الضوء ما بتناسق مع اسقاط الظل، فقاعده اذا الضوء من اليمين الظل بده يكون من الشمال، اذا الضوء جاي من الخلف الظل بده يكون امام، والعكس صحيح كمان. فلما انا اكون حاطه اكثر من مكون ومسقط الضوء فرضا من اليمين، والمكونات واحد ظله رايح على الشمال، واحد على اليمين، واحد على الخلف، واحد على الجنب المعاكس، هذا شيء مش منطقي. فهذا بخلي المتلقي يشعر بخلل في اللوحة. جميع مكونات اللوحة إذا بسقط عليها نفس الضوء من نفس الزاوية، بده يسقط جميعها ظلها بنفس الزاوية بالتالي. هلأ اخترت أنا إنه تكون الإضاءة من هون، فبالتالي الوجوه اللي من الأسطح اللي مقابلة للضوء رح تكون فاتحة، الوجوه اللي بعيدة عن الضوء رح تكون غامقة. فبالتالي بما انه هذا الظل من هون، فبالتالي هذا جاي عليه ضوء، هذا مو جاي عليه ضوء. شوية تظليل انا بس عشان انتم تميزوا الشكل. بامكاني انا استخدم اسرع، هاي بنسميها المدعكة، بيستخدموها للرسم بالفحم. فانا هيك ظللت الجزء المعتم. هنا كمان عندي هذا الجزء بعيد عن الضوء لأنه الضوء من هون، فبالتالي هذا عليه إضاءة، هذا ما عليه إضاءة. رح أستخدم على السريع بس عشان أوفر وقت.
بالعمارة الأخيرة كمان رح أختار. لاحظوا أني أنا جميع الوجوه اللي باتجاه اليمين اللي مش جايها ظل كلياتها، اللي مش جايها نور آسفة كلياتها أخذت نفس الظل. هنا بكون أحيانا الخلل عند بعض الناس زي ما قلت، إنه ممكن هنا يظل للجزء اليمين، هنا يظل للجزء الشمال، وهذا الشيء غلط، لازم يكونوا كلياتهم. هلا إذا أنا بدي أحط مكونات العمارة أضيف، نفرض إني أنا بدي أعمل شبابيك، بدي أعمل أبواب، نفس المبدأ، أي جزء أنا قاعد برسمه في العمارات بده يروح على زاوية، سوري، على نقطة اللاش اليمين ونقطة اللاش الشمال. لو افترض ما بدي أعمل هون شبابيك، ونقرر إنه أنا بدي ارتفاع الشبابيك بهاي الطريقة، طبعاً الرسم الهندسي ما يعني بيختار مقاسات متساوية، أنا عم برسم هلأ فري هاند فأنا بقدر تقدير، بس هو لأ لازم ينقاس بالمسطرة، بس إحنا مش مركزين هلأ على الرسم الهندسي، أنا بس بدي أخذ جزء بسيط من الرسم الهندسي اللي هو بيحتاجه الفنان في تكوين لوحة قوية. حامل خطين لشبابيك الأولى، لاحظوا وصلتهم على نقطة اللاش اليمين لأنه هم موجودين على سطح اليمين، وكمان من تحت راح هون في الطلاشي. هلا لو انا قررت شباكي الاول هون، انا اعمل بداية الشباك الثاني، هلا قاعدة مهمة هون بدي اياكم تلاحظوها، انه انا لما رسمت الشبابيك تلاحظوا انه الشباك اللي بعيد عن نقطة التلاشي حجمه اكبر من الشباك اللي قريب من نقطة التلاشي، اللي كل ما قربت الشبابيك رح تصغر. يعني لو انا هون في هذا الطابق بدي اعمل شباك باستخدام نفس الخطين التلاشي هدول، فرح يكون شباكي هون، ولاحظوا كيف حجمه صار اصغر واصغر وعم بتحول اقرب للمثلث، كل ما قرب من نقطة التلاشي عم بيصير اقرب للمثلث، لانه لازم المثلث يكون سوري في النهاية يتحول لنقطة في له زاوية. هاي نلاحظهم كيف هون، لو أخذنا المقاس طلعوا هون عندي شباك طلع 2.5 سم، هو نفس الشباك خطه الأول 2.5 سم، طبعا هذا مقاسه في الطبيعة نفس مقاس هذا، ولكن لو اجينا ناخذ خطه هون طلع عندي 1.5 سم. ليش؟ مع انهم نفس المقاس، لاني انا عم بستخدم نقاط التلاشي في رسم منظور ثلاثي الابعاد منطقي ويتبع لقواعد الرسم الهندسي مش للعشوائية. يعني لو اعطيتكم مثال، في بعض الاحيان شوف الطلاب رسموا العمارة بهاي الطريقة بغض النظر اذا عم بستخدم الارض ولا، بينما عملوا لي الشبابيك هيك، هذا الخلل او هذا الخلل. ايش الخلل هون؟ اول شيء هذا الشباك مش متناسق مع اتجاه العماره. الخلل هون انه هذا العرض وهذا العرض واحد، وهذا شيء خطا. اذا كانت نقطه تلاشي، لو كملت انا نقطه تلاشي هون، فبالتالي هذا الخط كان مش مفروض يكون هذا وهذا متوازيات، لا مش متوازيات، هم بيلتقوا عند نقطه التلاشي، فبالتالي كان لازم يكونوا اشبه بالمثلث، فهذا كان لازم يكون هيك وهذا كان لازم يكون هيك. يعني لاحظوا كيف هنا في خلل، طبعا انا لاني مغمقه، بس هو اكبر من هون اكبر ومن هون اقل، او اذا رسمته هون طلع من هون اكبر ومن هون اقل. فهذا احد الاخطاء اللي بشوفها باللوحات، اني انا ما رسمت عنصر من العناصر باستخدام نقطه التلاشي. فبالتالي نفس الشيء لو انا رسمت هلا الطابق الثاني من الشبابيك على نفس نقطه التلاشي، طبعا المفروض يكونوا نفس العرض، هون 1 انش وهنا خلينا نكون برضو 1 انش عشان قدر الامكان نكون قريبين. انا زي ما قلت لكم ما عم بدقق على المقاسات الهندسية الدقيقة، انا بيهمني المبدأ. طبعا انتوا لما تيجوا ترسموا لوحتكم بامكانكم تكونوا اكثر دقة باخذ المقاسات الصحيحة، شبابيك نفس الاشي، بس بتضل الفنان هو حر، يعني مش زي المهندس، المهندس مش حر، شبابيك العمارة بتكون متساوية، لا بيطبق هذا الشيء متساوي. الفنان بإمكانه يستخدم خياله بطريقة أوسع، ولكن بده يكون داخل الفنان مهندس. فأنا هيك عملت كمان شباك، هي حددتهم، لو غمقتهم شوي عشان تنتبهوا لهم. طب هذا بخصوص أني أنا رسمت باستخدام نقاط التلاشي اليمين لأنه موجودين هون. نفس المبدأ بدي أعمل شبابيك على الوجه الشمال باستخدام نقطة التلاشي الشمال.
فأنا نفس الارتفاع اللي اخترت منه الشبابيك الأولى حوصل مع النقطة اللي هون، نفس الشيء من هون الطابق الثاني، هذا طبعا أنا إذا كملته فهو واصل هون، وهذا إذا كملته فهو واصل هون، فبالتالي الطابق الثاني هون إجا. بدي أعمل رصيف أو قاعدة للمباني عشان ما تكون متطايرة بالهواء، فنقول أنا بدي أرسم طلع رصيف برضو، رحت عند نقطة التلاشي نفسها مش برفعها أو بنزلها، بضلي محافظة على نفس النقطة اللي عم بستخدمها كأنها قاعدة ارتكاز لكل لوحتي، لكل مكونات لوحتي. هلأ نفس الشيء على اليم الشمال، لو افترضنا بدي انه اظلها، اذا بنركز على شغله انه بما انه الضوء عندي من هون فاسقاط ظل العمارات كلها بتكون هون، فبالتالي هاي العمارات رح يكون مسقط ظلها على الرصيف هون، ما رح ادقق انه الظل بده ينكسر على الزاويه هون لانه هذا عالم اخر. هلا اسقاط الظل وانكسار الظل وانعكاسه هذا نقطة تانية برضو بده الواحد يركز عليها لما يشتغل في لوحاته، بنحكيها إن شاء الله لبعدين، بس أنا بدي هلأ النقطة الوحيدة اللي نفهمها إنه الظل بده يكون عكس اتجاه النور. طريقة عمل الظل برضو إلها مبادئ وقواعد وأسس، بس أنا رح أغمق شوية بين العمارات علشان يبين إنه أنا هون طبعا هذا ظل العمارة هون بده يسقط هون بالتأكيد، وكل ما كان جوا أعمق بكون الظل أغمق وبتلاشى كل ما طلعنا باقتراب النور لحد ما يختفي. طبعا الخطوط هاي مفروض تنمسح، انا ما ركزت في مسحها، انا خليتها عشان تعرفوا القواعد الاساسية اللي رسمت عليها. خليني اعمل شوية شبابيك هون، ولاحظوا كمان مرة علشان احنا نشوف كيف الشبابيك كل ما قررنا نقرب من نقطة التلاشي بتصير هي أصغر وأصغر 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 إلى أن تختفي. خليها الشباك أكبر، مش مشكلة. لاحظوا لو قررت أنا أعمل عمود، نقول على الرصيف هون بدي اعمل عمود، وارتفاع العمود نقول بده يكون هون عندي بالسنتي او بالانش، ما بيفرق، بده يبلش من هون، حعمله 4 سنتي ارتفاع العمود. هلا هون بدنا نفهم انه جميع العواميد اللي بدها تكون موجودة في الشارع أكيد إلها نفس الارتفاع، مش حيكون عمود أكبر من عمود، فبالتالي بما إنهم إلهم نفس الارتفاع رح أخذ ارتفاع هذا العمود وأوصله مع نقطة التلاشي اليمين ومع الشمال، والعواميد كلياتها تكون ضمن نفس الخطين، ضمن حيز هدول الخطين، فبالتالي ما رح أقدر أطلع
عن هدول الخطين أبداً في رسم بقية العواميد، لأنه مش مرة عمودي كبير ومرة عمودي صغير زي ارتفاع العمارات، لا. فبالتالي هدول الخطين هم حصروني إني أقرر وين يكون الأعمدة. فبالتالي هنا عمود بين الخطين، وهين التزمت أنا بين الخطين، حيكون عمود تاني هون افتراضاً بين الخطين. طبعا المسافات بين الأعمدة كل ما اقتربنا من نقطة اللاشي بتصير أقرب لبعض، بس برضو إلها قواعد، مش هاي موضوعي أنا اليوم، رح أعملها أنا فطريا. لاحظوا أن لساني عم بلتزم كلياته بنفس خطوط التلاشي تبعات العمود الأول، ورح تلاحظوا أنه كل ما العواميد بتصغر 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 إلى أن تصبح نقطة، وهذا الشيء بينطبق على جميع مكونات اللوحة. هغمق شوي عشان يبين. فلاحظوا أنا التزمت في نفس المكان، طبعاً ظلهم بما إنه النور من هون بدي يكون ظل هذا العمود هون، بدي يكون ظل هذا العمود قدامه. هذا مبدأ الرسم باستخدام نقطتين تلاشي. خلينا نجرب إذا أنا بدي أرسم باستخدام نقطة تلاشي واحدة، إذا الإنسان عم برضو عم برسم بعين الإنسان. طبعا هذا اللي حكيته نفس الأسلوب ونفس الطريقة بينرسم إذا أنا عم بنظر على الشكل من أعلى بعين الطائر، أو كنت بنظر على الشكل من أسفل بعين السمكة. فقط أنا بصير أودي الخطوط للزاوية اللي هي موجودة عم بتفرج منها. طبعا إذا أنا عم بدي أرسم الشكل باستخدام عين الطائر، بدها تكون زاوية اللاشي تبعتي بالأسفل، لأنه الطائر حيشوف الجسم من فوق كبير، وكل ما اقترب من الأرض حيشوفه أصغر، فبالتالي نقطة اللاشي بتكون بالأسفل. أما إذا بدي أرسم المنظور، بدي عين الناظر تتلقى أني أنا عم بتفرج عليه من سطح الأرض، فأنا رح أختار نقطة اللاشي تكون بالسماء، يعني الجسم كل ما ارتفع في السماء بصير أصغر وأصغر وأصغر. فبده يقرر الفنان وين المتلقي بده يشوف، يعني كيف بده يشوف المتلقي المنظر اللي هو عم بيشوفه. هلأ رح أثبت لكم ليش الفنان مهم يقدر يرسم باستخدام القواعد الهندسية. كتير رح يقولوا طب شو استفدت، هذا رسم هندسي، أنا مش مهندس معماري، أنا ما برسم مباني دائما في لوحتي. حتى لو بترسم مباني، جميع مكونات اللوحة هي عبارة عن أشكال، أشكال دائرية، أشكال هندسية، مربع، مستطيل، مثلث، مكعب. فأنت بالأصل لوحتك كفنان هي تحتوي على أشكال، والأشكال ده ترتسم بالمبدأ الهندسي. ورح أثبت برسمة بسيطة ليش أنا كفنان مهم أرسم باستخدام المبادئ الهندسية. لأنه السؤال أنا مش مهندس، أنا فنان، هذا سؤال خاطئ، إجابته رح أثبتها هلأ باللوحة. خليكم معي، نفرض أنا عندي هذا المكعب وشوفوا كيف رح يتحول. بس خليني أمل باتجاه إيدي، هذا مربع. إحنا منقول كل إشي بالكون عبارة عن أشكال. بدي أرسم باستخدام نقطة تلاشي، هاي ما بدي أستخدم هلأ مسطرة، بدي أستخدم الفري هاند وأمشي معاكم باستخدام الرسم الهندسي. أنا بدي أعمل نقطة تلاشي هون، فبالتالي كمربع رح أوصله، مستطيل آسفة عشان أكون أكثر دقة، رح أوصل زوايا مع نقطة التلاشي. شو بقدر أنا أعمل بلوحة فيها هذا المستطيل؟ شوفوا معي، لاحظوا اني انا لساني عم بشتغل على خطوط اللي انا قررتها لخطوط التلاشي. اذا بتقدروا لاحظوا معي ايش طلعت الرسمة، بينت نفسها من نفسها تلقاء نفسها، اني انا رسمت كتاب. واذا انا بدي ارسم للكتاب هنا الطابع تبع الكتاب او عنوانه، هحدد انه بالنصف هالقد، وبرضه خلينا نقول انا حوصله مع نقاط التلاشي
مش عم بستخدم مسطرة لأنه أنا هلأ عم برسم فري هاند وفري لاين بس بناء على قواعد وأسس. هاي هيكون الطابع ضمن خطوط التلاشي. فلاحظوا أني أنا استفدت برسم لوحتي من مبدأ نقاط التلاشي، من مبدأ المنظور الصحيح. لو أنا هذا الكتاب بدي أحطه على طاولة، كمان افرض أنا بدي أحطه على طاولة، خليها تكون أكبر من الكتاب وهي عرض الطاولة باستخدام نفس نقطة التلاشي. ما بقدر هلأ أحط أنزل نقطة التلاشي أو أرفعها، أنا عم بحكي عن لوحة واحدة، فبالتالي مكوناتها كلياتها عم تتلاشى على نفس الزاوية، على نفس النقطة. رح أوصل حفة الطاولة من هون ومن هون، خليني بس لأن المسافة أبعد من إيدي أتأكد، وهون برضو. أنا غشيت، قلت لكم ما بدي أستخدم المسطرة بس حبيت لأنها أكبر من إيدي. هون رح يكون عندي الطاولة تبعها، هي سماكة الطاولة. الخطوط العمودية ما بتخوف لأني ما عم بستخدم نقطة التلاشي بالأسفل. الخطوط الأفقية كمان ما بتخوف، ولكن الزوايا. فلاحظوا هون، ورح يكون الارتفاع زي ما قلنا بالمباني، ارتفاع الطاولة ومن فوق ومن تحت رح يتوصل مع نفس النقطة. هلأ هون هذا مبدأ لرسم باستخدام نقطة تلاشي واحدة، أنا عم برسم باستخدام نقطة تلاشي واحدة لكن تابع لنفس القانون. فلاحظوا طلعت عندي هون حفة الطاولة، وهي هون من حفتها الثانية. إذا بدي أعملها طاولة خشبية، هاي التفاصيل والديتيلز الصغيرة بناء على مهارة الفنان، هو حر فيها. أو بدي أعملها طاولة بلاستيكية بدوش يحط فيها خطوط أو عروق، it's okay. بس المبدأ تبعه ثابت وصحيح وسليم، وما حدا أبدا من النقاد بيقدر يعلق على لوحته أو يقول له المنظور عندك غلط. لا مش غلط، هذا المنظور صحيح 100%. طبعا أنا مفروض أعملها أطول من الكتاب، هي ضعيفة. إذا استخدم الفنان مبدأ نقاط التلاشي في الرسم واتبع القواعد الصحيحة في الرسم، ما في أي مشكلة، بيقدر بكل ثقة يحط لوحته وهو واثق من نفسه يعرضها في أي جاليري لأنه متبع القوانين الصحيحة. فأنا هون اليوم أثبتت لكم بطريقة عملية بدليل قطعي ليش الفنان بحاجة يكون فاهم المبادئ الرسم الهندسية علشان يقدر يكتشف أين الخلل في لوحتي. رح أكون معكم في سلسلة من مجموعة حلقات بعنوان أين الخلل في لوحتي أو ليش لوحتي بشعة بالعامية. كل موضوع رح أغطي فيه أحد النقاط الضعف اللي بتكون موجودة عند الفنانين اللي هو مش قادر يكتشف أو يحدد ليش لوحته أضعف من غيره أو ليش لوحته مش راضي عنها هو تماماً. أسباب كتير رح يكون فيها نحنقشها بالحلقات الجاية لأسباب الخلل في اللوحات، منها الإضاءة، منها النور، منها المنظور، منها يعني مواضيع حنحكي عنها إن شاء الله في حلقات شيقة. ولكن اليوم غطينا أحد أهم الأسباب اللي بتخلي في ضعف اللوحة أو بتخلي الفنان يشعر إنه مش راضي عن لوحته، اللي هو عدم الرسم باستخدام منظور صحيح ونفس المنظور أو نفس زاوية التلاشي لجميع مكونات اللوحة. بتمنى تكونوا استمتعتوا معي اليوم، بشوفكم بالحلقات الجاية على منصة دويت عشان كنا كلياتنا نكون فنانين مبدعين. وقاعدة أساسية، الإنسان بيقدر يكتسب أي مهارة في الحياة، ما في إشي بينولد معانا، المهارة مكتسبة ولكن بدها تدريب وتعلم وممارسة، وما في شيء مستحيل. شيلوا المستحيل من دماغكم وتأكدوا أنه بإمكانكم توصلوا للإحتراف بأي إشي أنتم تتمنوا، فقط بالإصرار والعزيمة والتدريب. كان معكم شروق العبكي، تشرفت فيكم.